لا 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 مش نف يمين يمين ايوه صدي صدي راح تاني حرام عليك طب انزل تحت طب شمال شمال اي 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 يا حسين يمين يا حسين حرام عليك الماتش هيخلص استنى انا نازل مفيش فايدة ازاي الماتش ده مهم جدا لازم نتصرف ارجوك خلاص روح شوفه على القهوة ليهم فلوس عندي انت محسسني انك بتفهم في الكرة قوي يا ابني انا عندي اربع كور في اوضتي هتصرف يا سلام علينا ايه رأيك تمام بس بهدلتني الشقة كله يهون عشان الماتش يا سلام ده كابتن حنكش الظابط اللي بيعلق بيحكم لقاء النهارده طاقم تحكيم من الطلبيه كابتن سيد الكهربائي ومعاه اثنين مساعدين وعفش استيراد بدا اللقاء من لحظات سنتر الفريق ودربكه كده في خط النص وتوصل الكره تاني الوينج الشمال ودربكه ناحيه الوينج الشمال بيرفعها قدام طويله يا خبر ابيض دربكه كده في وسط الملعب لكن بيتقدم قدام وفي دربكه قدام منطقه الجزاء ودربكه داخل منطقه الجزاء دربكه قدام حارس المرمى ويا خبر ابيض جول جوه الجول هدف كده من دربكه قدام الجول يا سلام عليك يا سلام دربكه ده جامد قوي هم ليه ما خدوش المنتخب